سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل ما نفتح صندوق أسرار ما حدث اليوم وهو خطير، خلوني أفكر السادة المهتمين فقط بنصرة شعبنا، وتحديدا بمن يقوم بإنتاج وشراء منتجات تنتجها أيادي مسلمة عربية ولا تدعم الصهاينة. أفكركم بمنتج فيناتشي الذي أرتدي أحد منتجاته الآن. أفكركم بأن الموقع جاهز للبيع والشراء الآن، ولكن لا تدخلوا وتشتروا الآن، ادخلوا فقط وهجموا على الموقع وقوموا بالاشتراك به، لأن عمليات الشراء ما زالت تحت التجريب الأمني. اشترك حالا في حساب فيناتشي على الانستجرام حتى تحصل على نسبة الخصم عند الشراء من الحساب نفسه، وسوف تجد حساب فيناتشي في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. ثم اشترك فورا في موقع فيناتشي العالمي حتى تحصل على نسبة الخصم عند الاشتراك والشراء بإذن الله. ستجد أيضا موقع فيناتشي موجود في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. فيناتشي. أأكد على حضراتكم عمليات البيع لم تبدأ بعد، والموقع في فترة التجريب. شكرا لمن يدعم قضيتنا بإنتاج منتجات تنافس المنتجات الصهيوماسونية العالمية. هذا إعلان غير مدفوع الأجر. فيناتشي. شركة كراود سترايك المملوكة للمنظمة الماسونية، ومايكروسوفت المملوكة أيضا للمنظمة الماسونية، ويرأسها الماسون الأعظم بيل جيتس، تسقط العالم كله في لحظات اليوم. عليك أن تعلم أن ما حدث اليوم تم طرحه بالفعل في فيلم سينمائي أمريكي صدر في نهاية 2023، من حوالي 6-7 شهور تقريبا. الفيلم قال ما حدث اليوم من ضرب الإنترنت والسيطرة على العالم بأسره، بالسيطرة على أنظمة التشغيل في العالم، ويندوز وغيره. الفيلم بعنوان اترك العالم خلفك، Leave the world behind. الفيلم بيقول ماذا لو توقف الإنترنت فجأة في عالم يتعطل فيه الاتصالات الرقمية، تكشف مؤامرة عالمية وتواجه الشخصيات تحديات غير متوقعة في صراع للبقاء والاستمرار وسط الفوضى. وهذا ما حدث اليوم صباحا، فوضى من الإثارة المليئة بالأكشن. هذا أفضل الأفلام التي صورت هذه الفكرة. حدثين هزوا العالم اليوم، المسيرة والاختراق. هل هذا الكيان هش لهذه الدرجة؟ من يحميه؟ من يقف خلفه ليستمر في احتلال أرضنا المقدسة؟ من؟ الإجابة الكل يعرفها الآن، إنهم العربان الذين هم حرصوا وهم حارسون على حمايته أكثر من بني صهيون أنفسهم. أما ما حدث في العالم وضرب كل الأنظمة الإلكترونية وعطلت المطارات والمستشفيات والمحطات الفضائية والقطارات وحتى البورصات، هل هو اختراق سبراني؟ هل هو اختراق أمني سبراني؟ وكيف علمت به الجاهلة التي يدوب بتفك الخط؟ لولا عبد اللطيف، عرفت ازاي يا لولا؟ مطارات بعض دول العالم بتشهد مرحلة اغلاق وبتوقف الرحلات الجوية من جديد. افرحي يا لولا، النهاردة بعمل لك دعاية مجانية. انا عارف انك منتظرة تعرفي رأيي فيكي ايه، بس انا هقول ايه رأي حضراتكم. نتكلم الاول عن ضرب الودع اللي بتضربه ضاربة الودع المخابراتية اللي مشغلينها المخابرات اليوم، وبدون سابق انذار انهارت انظمة الكترونية في بعض المطارات والمستشفيات والقطارات، وحتى النفط والذهب تأثروا لتأثر البورصات بهذا الانهيار الامني لنظام الويندوز في العالم كله. من الذي قال لليلى عبد اللطيف تقول الكلام ده؟ وهذه الإجراءات ستؤدي إلى حالة من البلبلة والهلع والقلق بين الناس. الملفت أيها السادة هو أن ليلى عبد اللطيف الكاذبة الجهولة، ضمن ما تضربه من ضرب الودع، أن رجل المخابرات الذي يشغلها ويكتب لها عدة توقعات في بداية كل سنة
كان ضمن ما توقعوا به أن يحدث ارتباك في بعض المطارات في العالم، هكذا قالت من سنة تقريبا. لم تحدد مكان أو وقت ولا سبب. لماذا؟ لأن حضرتك لما تروح لوحدة من اللي بيضربوا الودع بتعمل كده أزين ولا بين زين أبين أضرب الودع أبين زين أبين وقص بالودع وخلي الصعب هين الحلوة والجدع أبين زين أبين وخط بالودع أخلي الصعب هين على الحلوة والجدع. هذه الأبيات أيها السادة من أغنية هدى سلطان الله يرحمها تحمل كل معاني الكفر والشرك بالله، وهذا ما يقوم به ضارب الودع. بتقول لك أبين زين أبين يعني بتكشف لك الخير وتخلي الصعب هين، أي أنها تحول الصعاب إلى أشياء سهلة على عكس ما كتب الله. طب كنت تعمليها لنفسك. بتقول لك على الحلوة والجدع يعني تجمع الشاب الذي يحب والشابة التي تحب. هذا هو المفهوم الذي رسخه أو رسخوه في عقول المصريين والعرب هذا النوع من الفن عمل عليه. المشهد كما هو واضح لوحدة غجرية بتكون ماشية في شوارع وحواري مصر قديما، أظن أنهم اختفوا الآن وأصبحوا بيظهروا على الفضائيات كما تفعل ليلى عبد اللطيف اللي بتضرب الودع. نفس المنهج، ولو كانت ضاربة الودع وقارئة الفنجان والكف تعرف من الغيب لاستكثرت من الخير لنفسها، ولا استبدلت الشر خيرا أيضا لنفسها، ولا أصبحوا هؤلاء ضاربي الودع المنجمين من أغنى أغنياء الناس، ولكن يحتاجوا يسيروا في الشوارع والحواري يشحتوا بالكذب الذي يدعونه لأنهم كاذبون. مضطر أتوسع قليلا في حكاية ضاربة الودع وأحكي لحضراتكم حكاية أم إبراهيم اللي بتضرب الودع في الجيزة حتى نعرف حقيقة ليلى أو لولا عبد اللطيف، وكيف ومن أين جاءت فكرة استخدامها عن طريق المخابرات. حضرتك افهم واعرف أني بت متأكد وأجزم أن المخابرات المصرية تحديدا هي من تستخدمها، لأن المخابرات عندها مشاكل كثيرة في الشارع المصري وتريد إلهاء الناس أو إشغالهم أو التخفيف عنهم. اختار ما شئت. إحدى الصحفيات في جريدة إندبندنت العربية التقت بواحدة من هؤلاء الكاذبات الذين يدعون معرفة الطالع، والطالع أي الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه جل شأنه، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. النمل 65. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وقد يكشف الله تعالى لبعض الناس عن بعض الغيب وخص عباده الصالحين وأوليائه المتقين، هذا فضلا عما يطلع عليه أنبيائه بطريق الوحي. فهل ليلى عبد اللطيف المسلمة من أب وأم مسلمة ومتزوجة من مسيحي لبناني هو مارك، هل هذه السيدة من عباد الله الصالحين ومن أوليائه المتقين؟ هل مظهرها مظهر مسلمة؟ الإجابة لحضراتكم. اسمع الحوار الذي دار بين الصحفية رحاب الشامي وبين دجالة بتضرب الودع عشان تعرف مين هي ليلى عبد اللطيف. ضربت الودع أم إبراهيم، بتقول رحاب أنها راحت لها وقامت بعد أن زودتها بمعلومات خاطئة عنها، عن اسمها واسم والدتها كما طلبت، وأيضا إن كانت مرتبطة أو غير مرتبطة، وأجابت هي إجابات كلها خاطئة، يعني أم إبراهيم الدجالة، لأنها كانت تحاول أن تستشف من وجهي وتعبيراتي ما يريحني فتقوله لي على إنه طالع أو مستقبل، وقد أخطأت في كل ما يخصني في الماضي. فهل تستطيع أن تقرأ المستقبل؟ قمت بعد ذلك بسؤالها عن مكان إقامتها فأجابتني: أنا من عرب مطروح وأقيم بالجيزة في شارع 10 مع أسرتي. وقالت أن عندها 3 أبناء وزوجها بيشتغل نجار، كانت قعدتهم في البيت وكسبت لهم فلوس من غير ما تتعب. وضحت أنها بتشتغل الشغلانة دي ضرب الودع من صغرها وهي مهنة ورثتها عن آبائها الدجل يعني. أضافت أم إبراهيم أن الأسياد هم اللي علموها ضرب الودع، فقد طلبوا منها المكوث داخل مقبرة مهجورة لم يدفن بداخلها أحد لمدة 40 يوم. هل ليلى قعدت في مقبرة وكان معاها كل متطلباتها من مأكل ومشرب، وذلك ليقوم الخادم أو القرين بتعلمها طرق وأسرار ضرب الودع؟ وأشارت أن قرينها
يأتي للجلوس معها داخل المقبرة، وعند حضوره تصبح المقبرة مضيئة دون مصابيح إنارة. كان يعمل معاك حاجات مش كويسة ولا كان مؤدب؟ وأشارت أيضا أن قرنها هذا ليس من الجان. هذه هي الجهالة والخرافات التي يريدون أن يجعلوننا نعيش فيها اليوم، بعد ما علمنا كل شيء، وبعد ما كشف من خلال العلم كل شيء. أما قرين ليلى عبد اللطيف فهو ضابط مخابرات شاطر بيفهم ودارس نفسية شعوب المنطقة ومصر تحديدا، التي ما زالت متعلقة بالخرافات. الإنسان بطبعه فضولي، يريد أن يعرف ما سوف يحدث له، لذلك يميل لتصديق أي عراف أو دجالة حتى يعيش في وهم أنه يعرف ما سوف يحدث له. ولا بماذا تفسر حضرتك إقبال أغلب من كانوا يقرؤون الجرائد على قراءة حظك اليوم، الذي كان يكتبه صحفي بأخبار اليوم وهو لا يعرف لنفسه ما سوف يحدث بعد دقائق، ويمكن مديره يرفضه؟ أردت أن أؤصل حقيقة أن ليلى عبد اللطيف ما هي إلا إنسانة بسيطة جاهلة استخدموها لما وجدوا اهتمام الناس حين ظهرت في إحدى البرامج التلفزيونية في لبنان، ثم التقطتها المخابرات المصرية حين تأكدوا أن المشاهير والفنانين والرياضيين يهتمون بما تقوله، وبعضهم للأسف من الرؤساء والملوك الجهال. أما العطل التقني العالمي الذي أدى لتعطل الطيران المدني في مطارات العالم وخسائر شركات الطيران، فله علاقة باسم شركة لم يكن أحد يسمع عنها مطلقا إلا اليوم، وهي شركة أمريكية. هذه الشركة تقوم بحماية هذا القطاع وهذه القطاعات الحيوية، وهي شركة أمن سبراني عالمية. طيب ما علاقتها بليلى عبد اللطيف؟ بل ما هي علاقتها بحضرة ضابط المخابرات اللي بيشغل ليلى عبد اللطيف؟ مطارات بعض دول العالم بتشهد مرحلة إغلاق وبتوقف الرحلات الجوية من جديد، وهذه الإجراءات ستؤدي إلى حالة من البلبلة والهلع والقلق بين الناس. هي كمان بنشوفها لبعدين، مش ضروري هلا. دعاية مجانية يا لولا عشان تتبسط مني. قبل ما نقول التفاصيل اللي بيحصل، ان هناك احداث ممكن حدوثها في العالم كل يوم بل كل لحظة. من ضمن هذه الأحداث أن الدنيا مليئة الآن بالحروب، يعني ممكن جدا قطع الإنترنت في أي لحظة وبالتالي تتوقف الطيران. ثم ممكن يحصل زلزال، وقد رأينا الهولندي الذي تنبأ بزلزال، وقد حدث بالفعل بعض تنبؤاته مرات لكنها فشلت عشرات المرات. حضرتك إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أنه لما بيصدق في واحدة، الناس والعالم كله يقف على رجل واحدة ويقول الحق العالم الهولندي عرف، الحق ليلى عبد اللطيف عرفت اللي هيحصل، رغم ان كل علماء الفلك والجيولوجيا بيأكدوا انه لا احد يعرف مطلقا متى تتحرك قشرة ارضية ما في مكان ما، مهما حدث من تطور تكنولوجي في العالم. اللي بيحصل برضو ان ليلى بتقول في بداية السنة عشرات التوقعات، وتفضل عايشة على هذه التوقعات السنة كلها. زلزال هيضرب مصر، طيب ما ضربش مصر، ما جراش حاجة، هو حد خد باله؟ قالت ان انا تحصل مصيبة في العيد الاضحى اللي فات في مصر، ما حصلش، ولا حد سأل ولا حد اهتم. ألم تقل ليلى ان هناك حدث خطير سيضرب مصر في العيد الكبير عيد الاضحى وبكت على الهواء؟ هل حدث اي شيء يا لولا؟ هل حضرتك شفت اي شيء خطير حدث في مصر في العيد الماضي الا انقطاع الكهرباء 3 و5 ساعات؟ هو ده إشغال واشتغال الناس بالكذب عن الحقيقة التي هم يدبرونها ضربا للناس، والناس ملهية على عمرها ومضروبة على عينيها. ليلى بتقول لاعب كرة قدم أو لاعب رياضي هيموت، ما قالتش لا فين ولا أي بلد ولا اسمه إيه ولا إيه الملعب ولا أي حاجة. طيب مدام ما قلتيش يبقى أخرسي ما دمتي لا تعرفي. بتقولك ان بايدن لن يدخل سباق الرئاسة امام ترامب، وانا ماجد عبد الله المسكين قلت لحضراتكم نفس الكلام، وعلى فكرة قلته من سنة ونص بعد ما قرأته في احد المواقع الامريكية الكبيرة جدا المتخصصة في السياسة الامريكية، وهي ليست يعني ليس موقع شائع، وهو موقع امريكي. توقع ان بايدن لن يكمل السباق، يبقى لما تضرب الكبدة دي وتحدث الناس الغلابة هيهللوا. وطبعا لو حد شافني يقولك الحق مجد عبد الله بيعرف الغيب، يا عم انا ما بعرفش اي حاجة اصلا. ايه اللي حصل اليوم وعطل كل المؤسسات التي تعمل بنظام ويندوز مايكروسوفت،
ولم تتأثر الأجهزة والأنظمة التي تعمل من خلال أبل ماك، شركة أمريكية لتكنولوجيا الأمن السيبراني زي ما قلنا، ومقرها في أوستن في تكساس. مهمتها الأساسية حماية الشركات ومنع خروقات أو اختراقات البيانات وهجمات الفدية والهجمات السيبرانية اللي بتحصل على الشركات. اتأسست سنة 2011 على إيد جورج كورتيز، سائق سباق أمريكي سابق ومتخصص في الأمن السيبراني، وديمتري البروفيتش مدير تنفيذي سابق في السايبر سيكوريتي، وهو رئيس شركة سيلفادور بوليسي اكسيليراتور، وهي شركة متخصصة أو مركز أبحاث متخصص جيو سياسي في واشنطن العاصمة. شاركت الشركة في مكافحة العديد من الهجمات الإلكترونية اللي حصلت خلال الفترة الماضية، زي مثلا اختراق شركة سوني بيكتشرز في عام 2014، والهجمات الإلكترونية في الفترة من 2015 ل 2016 على اللجنة الوطنية الأمريكية الديمقراطية DNC، وتسريب البريد الإلكتروني عام 2016 اللي كان فيه فضيحة كلينتون، واللي شمل أيضا اللجنة الوطنية الديمقراطية، وساعدت في تقارير وزارة العدل الأمريكية في توجيه الاتهامات لخمسة قراصنة عسكريين صينيين بالتجسس على الاقتصاد السيبراني ضد شركات الولايات المتحدة، يعملوا تجسس يخترقوا ياخدوا يعني الأشياء الخاصة بهذه الشركات ويستخدموها في الصين. الغريب حضرتك ان الشركة نفسها، الشركة اللي بتحمي من الهجمات السيبرانية، هي نفسها من تسبب في العطل اليوم الذي حدث في كل العالم وتقريبا ضرب أغلب مطارات العالم. العطل التقني العالمي اللي الكل قال إنه هجوم سيبراني على المطارات، والشركة بسرعة صرحت قالت لا مفيش هجوم سيبراني، اللي حصل باختصار شديد إنه حصل تحديث من هذه الشركة اللي هي كراود سترايك. هذا التحديث تحديث أمني تسبب في حدوث خلل في نظام التشغيل ويندوز مايكروسوفت، بيعرف باختصار شاشة الموت، وأثر على ملايين أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك الخاصة بالخدمات الأساسية زي حضرتك خدمات الطوارئ في المستشفيات اتضربت، البنوك اتضربت، شركات الطيران والقطارات اتضربت وغيرها، بل إن قطاع النفط وبعض البورصات العالمية والذهب أيضا تأثر بما حدث لأنه بيشتغل بنظام ويندوز. المهم أن الحل اللي طرحته شركة مايكروسوفت نفسها هو أن الأجهزة المتأثرة تعمل ريستارت أو إعادة تشغيل للأنظمة والأجهزة الخاصة بيها، وتلغي الملف الأمني اللي تم إضافته اليوم فقط، وده معروف حضرتك يعني بترجع النظام لمدة يوم واحد وخلاص يتلغي. هذا الملف هو الذي ضرب النظام في العالم كله، وده يخلي حضرتك تعرف قد إيه هذا النظام العالمي هش. يعني ايه؟ يعني حضرتك شركة او اي هاكرز يقدر يدمر هذا النظام التقني العالمي. ولعل حضرتك بما اصبح لديك من خبرة تعرف الان ان مايكروسوفت الشركة التي تملكها الماسونية العالمية وتضع على رأسها الماسوني الاعظم بيل جيتس، هي من تتحكم في كل مطارات العالم. أيوة بما حدث اليوم الحكاية واضحة، ومستشفيات العالم وبنوك العالم وقطارات العالم وشركات النفط، وأنت أيضا ترى وتعلم أن العالم قد أصبح في قبضته. مجرد خلل واحد فقط اليوم خلى العالم كله بقى واضح أنه متحكم فيه من هؤلاء الماسون من غير ما يظهروا أبدا على السطح. واضح يا سيد؟ أكيد واضح. شركة بقى كراود سترايك هذه قالت بنعمل او بنشتغل على اصلاح الخطأ، وطبعا حاليا صحف وجهات اعلامية كتير بتقول لا ده ما كان هجمات سيبرانية. الغريب حضرتك ان في مصرنا الحبيبة الجميلة الحكومة المصرية قالت احنا زي الفل وما تأثرناش بالموضوع، واللي يخليني اقول لحضرتك ان احتمال المطار يكون فعلا شغال باجهزة من التسعينات والكهرباء كانت قطعة وقت التحديث، ولما اشتغلت او اشتغل النت كان ضعيف والتحديث منزلش، عشان كده مصر ما تأثرتش او المطار ما تأثرش. المهم ان خروج مصر عن المنظومة العالمية المتطورة طلع له فايدة، وادي احنا بنضحك وضحك يا عبير. حدث كبير جدا اخر لم يسبق أن حدث منذ إنشاء الكيان الهش المؤقت، بدعم الماسون والإنجليز والأمريكان تم إنشاء هذا الكيان المؤقت،
ضرب يافا العربية التي غيروا اسمها مؤقتا إلى تل أبيب ضربت اليوم للمرة الأولى في تاريخها بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة دقيقة للغاية. تم تحديد موقع يبعد عن مكتب الاتصالات للسفارة الأمريكية في شارع بن يهودة 100 متر فقط. نعم، الرسالة واضحة للأمريكان والصهاينة اللي هتشوفوا دلوقتي. واحدة أمريكية تحمل الجنسية الصهيونية بتصرخ وهي بتجري جنب الموقع وبتقول دول ما بيهزروش لما بيقولوا النداء بتاعهم الموت لإسرائيل الموت لأمريكا، ما بيهزروش. So a few minutes ago, we were woken up by somebody asking us to stay in the door and lock the doors. And there's a report about an explosion in the middle of Tel Aviv. This is the American embassy. This is the American embassy. And they tell us death to America, death to Israel. We don't joke. There are a lot of police. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إنهم لا يمزحون. هذه مواطنة أمريكية إسرائيلية صهيونية تقيم في يافا المحتلة التي غيروا اسمها مؤقتا إلى تل أبيب، وسوف تعود إلى اسمها العربي قريب بإذن الله. وهي قد حضرت عملية الطيارة المسيرة اليمنية لأنها كانت قريبة منها. عاشوا الأبطال، سدد الله رميكم. وهي بتقول أن هؤلاء لا يمزحون حين يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. نعم لا يمزحون، ونحن لا نمزح. عندي ملاحظتين أريد أن أطرحهم على حضراتكم. الأولى هي: لماذا لم تصر الأنظمة العربية على تسمية فلسطين باسمها الحقيقي فلسطين إلى اليوم وهي انتقلت إلى التسمية الصهيونية؟ لماذا لم تصر على تسمية كل مدينة عربية محتلة باسمها الحقيقي؟ أقول لحضراتكم لأنهم شركاء الصهاينة في القضاء على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الملاحظة الثانية: لماذا ارتعبت الأنظمة العربية المحيطة باليمن وفلسطين أكثر مما ارتعب الصهاينة داخل فلسطين المحتلة نفسها؟ أقول لحضرتك لأن هؤلاء أيضا أيها السادة والسيدات إنما هم يعبدون الصهاينة والماسون، يخافون عليهم كخوفهم على أبنائهم وأنفسهم وكراسيهم وكروشهم ومستقبل أبنائهم من الصهاينة الذين سوف يتولون حكم بلادنا وإحنا نايمين. هذه هي الحقيقة، علينا أن نعرفها بهدوء وسكينة لأن التغيير قادم لا محالة بإذن الله. ثم لماذا صرخ أذنابهم في السوشيال ميديا أن يشككوا في أن المسيرة أصلا يمنية إذا كان الصهاينة نفسهم أقروا بأنها يمنية؟ لأن حضرتك عملاء الصهاينة من العرب المتصهينين هم صهاينة أكثر منهم، هذه حياتهم ومن أجلها يدافعون عن الصهاينة بأرواحهم، هي دي الحقيقة. أما حقيقة ما حدث فهو الآتي: صباح اليوم انقضت مسيرة يمنية انقضاضية على يافا المحتلة المسمى مؤقتا تل أبيب. اليمن يملك مسيرة اسمها وعيد 1 ووعيد 2 والتالتة اسمها صماد. هذه الطائرات تتراوح قدرتهم ما بين 2000 إلى 2500 كيلومتر. المسافة بين اليمن ويافا المحتلة التي سموها تل أبيب 2300 كيلومتر. إذن هذه الطائرة التي أطلق عليها أو أطلق عليها اليمنيون اليوم يافا قطعت مسافة 2300 كيلومتر وحققت هدفها بدقة متناهية، والهدف كان بث الرعب في نفوذ الصهاينة وجعل الأمريكي لا يفهم ماذا يحدث وكيف تم اختراق أنظمة الدفاع الجوي قبل اختراق الأنظمة الرادارية الأمريكية الصهيونية المثبتة على كل شبر من فلسطين المحتلة. الحكاية بسيطة جدا، من يحمل كيان الهش المؤقت إنما هم حكام العرب المحيطين بفلسطين. إذا أطلقوا من لديهم طائرات مثلها لانتهت هذه الدويلة. لماذا يفعلون هذا؟ أولا لأنهم صهاينة أكثر من الصهاينة، ثانيا لأن هذا هو ثمن جلوسهم على قلوبنا وأنفسنا وسرقة ثرواتنا ومقدراتنا والأهم سرقة حرياتنا. هذه هي الحقيقة أيها العربي المسلم،
يا من تقطن في كل بلد عربي محيط بفلسطين المحتلة، شوف نفسك واعرف ان اللي قاعد يحكمك خاين. خلاصة الكلام، خلص الكلام، هذه الطائرة المسيرة الانقضاضية التي ضربت مدينة تل أبيب مؤقتا، يافا العربية دائما بإذن الله، ضربتها وسط ذهول الصهاينة من قدرة التسلل لهذه الطائرة من اليمن إلى تل أبيب، أكثر من 2000 كيلومتر دون أن تكشفها الرادارات أو تعترضها القبة الحديدية. هذه الحادثة ستغير الكثير من قواعد اللعبة وتعيد حسابات كثيرة. أحلى شيء في هذه القصة أيها السادة هو إعلان السريع أن قصف تل أبيب والجيش الأمريكي أبلغ إسرائيل بعد إعلان سريع أنه هناك اعتراض لأربع مسيرات، وإسرائيل كانت آخر من يعلم، والشعب الصهيوني مصدوم، والنتنياهو يؤجل سفره لأمريكا. فهذه الضربة أيها السادة أسقطته أرضا وستطيح بكبار الضباط أيضا. يعيش أبو اليمن، والله يؤيده بنصره. اليوم أيضا على هامش زيارة النتن لأمريكا، أعلن اليوم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عدم حضور خطاب نتنياهو في الكونغرس، وقال إنه مجرم حرب وما يفعله الكيان المؤقت تحت قيادته فظيع. هذه انتصارات دفع بها الأبرياء دماءهم، دماء كثيرة من أجل أن يتحقق النصر. اليمن كشف وعرى كل الأنظمة العربية التي لا تبعد عن تل أبيب، عن يافا العربية أكثر من 200 كيلومتر، فضحوهم جميعا وكشفوا عورات ملوك ورؤساء أصبحوا مفضوحين فضيحة المطاهر في المولد. الرسالة المؤكدة أن النتن وابن الكلب غفير، نهايتهم قد دنت، لن ينتصروا أبدا بإذن الله، وأن نصر أهل العزة محقق بإذن الله، ونصر الضيف ويحيى وأبو العبيدة نصرهم أكيد بإذن الله. قبل ما أترك حضراتكم أذكركم أن شركة فيناتشي قد أقامت الحجة علينا، لقد أنتجوا منتجات عالمية بسعر منافس وجودة عالية للغاية. فيناتشي العالمية، الذي أرتدي أحد منتجاتها ستجدون بإذن الله تعالى الموقع في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو، اشترك فيه وستجدوا بإذن الله تعالى حسابهم على الانستجرام أيضا في صندوق الوصف. شكرا جزيلا لمشاهدتكم، سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لموضوعاتنا وإعجابكم بها والتعليق عليها، وهذا مجد عبد الله يحبكم ويحييكم.